أنا اسمي عيسى بني هلال، مدرب المنتخب البرلمبي الأردني لرفع الأثقال. هم الأشخاص ذوي الإعاقة بيلعبوا لعبة اسمها البنش بريس، رفعات القوة البدنية. بينزل اللاعب على بنش له مواصفات خاصة، بيرفع ثقل على صدره، وبيأخذ طبعاً البطولة تبعتهم عبارة عن ثلاث رفعات، لازم تكون رفعات صحيحة، يعني ثلاث محاولات للاعب. أفضل رفعة بيجيبها في الوزن بتكون هي اللي بأخذ عليها يعني الجائزة بتاعته أو الميدالية. إحنا شاركنا في الأولمبياد طوكيو كأردن كفريق رفع أثقال، اللي هم الأشخاص ذوي الإعاقة. فريقي عدده 7 لاعبين، اتأهل منه 7 لاعبين، جاب منهم 3 ذهبية الحمد لله رب العالمين، و2 جاب ترتيب رابع، وفي عندي 2 رغم الإصابة يعني حاولوا لكن ما حلفهم الحظ. أيام كنت بدرس كنت أجي هنا كشخص متطوع أساعدهم أحمل أوزان وأساعدهم باللي بدهم إياه. توظفت بالاتحاد كموظف بال2013 بعد ما تخرجت من الجامعة. حبيت اللعبة وحبيت الفريق، حبيت يعني الروح تبعتهم. صراحة عمر جرادي كان فاتحة خير على اللاعبين كلها، يعني اللاعب الأول لما يجيب ميدالية ذهبية تخيل أنت شو راح يصير باللاعبين الثانيين اللي هم بيستعدوا للعب. فكانت رفعة معنوية بصراحة لهم. من 21 سنة ما صار هذا الإنجاز اللي هو حقق 3 ميداليات ذهبية فريق رفع الأثقال. فيك ياها بالعامية كانت أحلى من فرحة التوجيه. طبعاً فرحة اللاعب هسه هو إنه حقق انتصار على خصومه. أنا بصراحة كفرحة مدرب يعني بفرح إنه جبت إنجاز على مستوى يعني على مستوى الأردن. ميدالية ذهبية هي بتخص اللاعب بتخص المدرب بتخص بالآخر الوطن. مثل ما بحكوها اللاعب له الميدالية والمدرب له نص الميدالية.